بهذه الطريقة سوف تسبب مشكلة في حسابك الأدسنس، سوف يتم حظر قناتك اليوتيوب، سوف تسبب في حقوق الطبع والنشر، إنذارات في إرشادات المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف راكم الإخوة الكرام؟ الأحوال ديالكم إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم إن شاء الله بحول الله أريد أن أقدم لكم نصيحة صغيرة جدا والتي تسبب مشكلة في حظر القنوات وأيضا حظر حسابك الأدسنس وأيضا مشكلة حقوق الطبع والنشر وإرشادات المنتدى. فهذه النقطة بارك الله فيكم قد تحدث عنها سابقا في إحدى الفيديوهات لربما في 2016 أو في 2017، تمام؟ والآن أريد أن أركز عنها بواحد تركيز كبير جدا لكل المتابعين وأي مشاهد يشاهد هذا الفيديو. في الحقيقة أن العديد منكم ترغب في زيادة المشاهدات في اليوتيوب وترغب في نشر العديد من الفيديوهات إلى آخره، هذا من أجل شيء واحد وهو زيادة المشتركين وزيادة عدد المشاهدات في اليوتيوب وكسب فيها المال مستقبلا. ولكن هذا الشيء الذي سوف أتحدث عنه سوف يلقي بقناتك إلى التهلكة 100%. وما هو هذا المشكل هذا؟ كي لا أطيل عليكم وكثرة البروتوكولات إلى آخره، سوف ندخل مباشرة لإظهار لكم أين هي المشكلة التي سوف تسبب لك مخاطر في قناتك. فبارك الله فيكم، حينما نقوم بإنشاء قناة اليوتيوب عادي طبعا نحن سوف نبحث على نشر فيديوهات، طبعا لا نجد أي شيء في نشر الفيديوهات، لا ثقافة عندنا ولا أي شيء. الشيء الذي يدور في الدين هو أخذ فيديوهات الآخرين التي تكون مرخصة في اليوتيوب وإعادة نشرها في قناتك اليوتيوب. يعني أنا مثلا أريد أن أخصص قناة خاصة بالربح، سوف أنقر على الربح، أكتب الربح من الانترنت عادي بهذا الشكل للانترنت، ثم بعد ذلك سوف أنقر عليها بهذا الشكل، ثم سوف أنقر على الفلاتر هكا، سوف أنقر عليها، ثم سوف أجد كلمة خاصة بالبحث عن الترخيص، يعني الفيديوهات المرخصة، سوف أقوم بالنقر عليها، ثم سوف أجد هذه الفيديوهات كلها مرخصة، تمام. حين أجد أن هذا الفيديو مرخص، مجلة للربح من الانترنت، هذا الفيديو خاص بي أيضا، خاص بهذا الفيديو ديال هذا الشخص أيضا، هذا الشخص الآخر، يعني كلها مكان خاص بالفيديوهات المرخصة. ولكن إذا جئنا للحقيقة أن هذا الفيديو الخاص بي أنا أصلا لم أضع فيديو مرخص، فقط يعني اليوتيوب ارتكبت خطأ في وضع هذا الفيديو مرخص، أو أن شخص قام بإعادة نشرها في قناته وأصبحت مرخصة، تمام؟ يعني بارك الله فيك أخي كريم، إذا وجدت دخلت إلى هذا القسم الخاص بالمرخص، فهذا الفيديو الخاص بهذا الشخص عزيز باشا راه فيديوهاته غير مرخصة بل فيها حقوق طبع النشر، وأيضا أي شخص أعرفه حاليا أتحدث عنه، والفيديوهات الباقية، تمام؟ لهذا بارك الله فيكم إخوة الكرام، لا تقوموا بتحميم الفيديوهات الموجودة في هذا المكان هذا لأنها أصلا فيها حقوق، أو ربما أن ذلك الشخص قام بتحميلها من المكان الذي هو فيه حقوق طبع النشر ثم قام بإعادة نشرها بدون حقوق الطبع والنشر، وأنت الضحية سوف تقوم بتحميلها وإضافتها في القناة الخاصة بك، وهنا سوف تتسبب في المخاطر في قناتك اليوتيوب. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.